نازع على الإطلاق وهي قضية اقتصادية مهمة شنو؟ هي فريضة الخمس. فريضة الخمس على الإطلاق ما موجودة عند أي مذهب من المذاهب. لا الشيعة السنة بشكل عام أهل العامة ما عندهم خمس. نعم عندهم الزكاة بس شيء اسمه خمس ما عندهم. مع ملاحظة هني شوي أحب أنا أبين شيء أيها الأحبة. فريضة الخمس من الأمور الواضحة في الشريعة الإسلامية اللي ما في أحد ينكرها. في بعد إبل الله عز وجل في كتابه الكريم يقول واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى. ما غنمتم؟ لم يقل أحد من العلماء أن هذه الآية لم تنزل في الخمس. كل العلماء سنة وشيعة غاية العامة أهل العامة قالوا أنه ما غنمتم الغنيمة شنو؟ قالوا الغنيمة في الحرب وهو ظاهر الآية. خلنا نكون منصفين يعني ظاهر الآية وانت إذا بتراجعها ترى واردة وين؟ هم في الحرب حتى الآيات وكذا في الحرب. فقالوا إحنا نخصص فقط الخمس في مجال الحرب بينما هي في اللغة أن الغنيمة شنو؟ كل فائدة كل فائدة. زين فليس هناك مانع وليس هناك محذور من أن نتمسك بظاهرها وبمعناها اللغوي. قل لي من وين؟ أقول لك بسير. إحنا دائما وأبدا عندنا كتاب الله وعترتي شنو؟ أهل بيتي. ولذلك أنا أقرأ من باب التبرك. شوف لاحظ الرواية الصحيحة. سألت أبا الحسن عن الخمس قال كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير. كل شيء أنت تحصل نعم فيه فائدة أرباح عليه الخمس. لا تقول لي عندي بس 10 دينار طلع منها دينارين خمس. وأنا أنصح الشباب واقعنها أنهم يلتفتوا إلى فريضة الخمس. اليوم واحد يتصل قال شيخنا أنا بروح إياكم الحج. طيب حياك الله. قال ما خمست أنا 15 سنة ما مخمس. زين وينك؟ إما غفلة تهاون. زين هذا أنا بحسب إليه مال 15 سنة وفي مرة واحدة وبينزه بالتالي. شوف عاد بيطلع عليه 7000 دينار 8000 دينار مال 15 سنة. إنزين أنت وينك؟ تدري هذا لو يخمس نعم من بداية شغله هذا يرتاح يمكن سنة عليه ويمكن سنة شنو ما عليه. كل سنة بيطلع 10 دينار وكل سنة بيطلع 100 دينار. فريضة الإمام عليه السلام. محمد بن الحسن الأشعري شنو يقول؟ يقول كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني الجواد قال أخبرني عن الخمس على جميع ما يستفيد الرجل من قليل أو كثير من جميع الضروب وعلى الصناع وكيف ذلك. فكتب بخطه الخمس بعد المؤنة من الأمور. أنا هاي مجرد من باب التبرك وإلا تروح انت عشرات الروايات في منهج أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام اللي ما عد. ولذلك اتفقت كلمة علماء الشيعة من زمن الشيخ نعم الطوسي الصدوق والكليني والمفيد إلى يومنا هذا على وجوب الخمس. ما عندنا إشكال من الأمور الواضحة. الطائفة الشيعية بعلمائها أصبحت واضحة. من هنا أيها الأحبة عندنا ثلاث حقائق. الحقيقة الأولى اللي ذكرتها الفقهاء. الحقيقة الثانية أهل البيت تصدوا نفسهم هم صدوا إلى مسألة الخمس والكلام يطول في هذا المقام.
أتباع أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام هم كانوا يحملون الأخماس يجيبونها إلى الأئمة عليهم السلام. كانوا يحملون الأخماس. التفت إلى هذه الرواية كنموذج، الرواية الصحيحة مسمع بن عبد الملك: قلت لأبي عبد الله الصادق إني كنت وليت الغوص فأصبت 400,000 درهم. ذاك الزمان 400,000 درهم من الغوص، وقد جئت بخمسها 80,000. الناس كانت تعرف وكانت تجيب الأخماس إلى الإمام، وكرهت أن أحبسها أخليها عنك وأعرض لها وهي حقك الذي جعله الله تعالى في أموالهم. لا تقول لي نعم هاي بيزاتي وفلوسي الخاصة. يا أخي أبسط دليل على أن هذه الفلوس مو ملكك ملك حقيقي أنك سوف تذهب نعم عنها وتتركها عن آخرها، ما راح تأخذها وياك على وش عاد أخذ أنا أوزار وغيره. خل خمس، هاي من الأمور الواضحة التي لا غبار فيها. وهنا نكتة ينبغي أن نلتفت إليها أيها الأحبة، فريضة الخمس فريضة شرعية واجبة، لا يجوز لنا التخلي عنها ولا يجوز لي نعم أن أتخلف عنها، ولا يجوز لي نعم أن لا أوافق الشرع فيها. من هنا ما تحتاج لا إلى قانون ولا إلى مرسوم، هي فريضة كفريضة الصلاة. وأنا أقولها بضرس قاطع، لو أن الدنيا بأكملها أخرجت قانونا بأن الخمس يحتاج إلى إجازة، فضلا عن بلادنا هني، فضلا عن هني البلد، فإننا لا نتبع هذا القانون. ما يجي أنا أبغى أبرر نفسي، أجل باكر خلي يصدر قانون يقول لك أنه أنت ما يجوز لك تصلي وأنت مسدل اليد، لازم تتكتف، وإذا تبغي تسدل يدك خذ إجازة. يصير خذ إجازة، هاي باكر بعد كذي، ها بعد خذ إجازة، نحن نبغيك تصلي كذي متكتف، إذا تبغى تصلي سيدة خذ إجازة. الخمس حالها حال شنو؟ حال الإسدال، ماكو فرق بينها وبينها. بل هنا نكتة مهمة جدا، الخمس مو جمع أموال يا أخوان، لا من يقول جمع أموال؟ جمع أموال أنا ساعد على منبر يجون الجماعة يقولون شيخنا أكو فقير يلا اجمعوا إليه، هاي جمع أموال إلى فقير محتاج. صندوق خيري، جمعية خيرية، ها يجمعون أموال، روحوا للتاجر روحوا للفلان. الأخماس لا، الأخماس أنا لين وجب علي أنا أروح، وأنا الممتن أنا اللي أروح للفقير أقول له تفضل هذا الخمس. أنت شفتوا الآن إحنا في البحرين وكلاء، فريضة الخمس مو مال اليوم وأمس، حتى تقول لي نعم أنه تحتاج إلى إجازة، أي إجازة هذا؟ ليش هي 100 سنة أو 200 أو 300 سنة؟ هي من زمان رسول الله صلى الله عليه وآله. أتباع أهل البيت في هذا البلد هم نعم يعملون على فريضة الخمس أفراد وعلماء، من الأمور الواضحة. لا تقول لي تعال والله شيخ عيسى يجمع أموال من غير شنو إجازة، أي إجازة هذا تريدها؟ إجازة فريضة خمس؟ لما ناخذ إجازة على فريضة الخمس حالها حال الصلاة. ولذلك شوف لاحظ القانون، أنا بقرأ أختم بهذا الشيء بعد ما أطول أكثر من ذلك. مادة 22 في دستور البحرين يقول: حرية الضمير، حرية الضمير مطلقة، وتكفل الدولة حرمة دور العبادة وحرية القيام بشعائر الأديان. بشعائر الأديان، أي شعيرة فريضة الخمس؟
والمواكب والاجتماعات الدينية طبقاً للعادات المرعية في البلد. هذا قانونكم بعد هنا، طبقاً للعادات المرعية في البلد. هذه قضية الخمس من مئات السنين.